السلام عليكم ورحمة الله طلاب الأعزاء. هذه مراجعة فيزياء مدرسة الفرقان الخاصة الفصل الدراسي الأول. تابعوا معي هذه الورقة يا شباب، سوف أترك لكم أوراق عمل هامة وحل ملف حل تمارين الكتاب في التعليقات. بارك الله فيكم. السؤال الأول هنا: كميات تشتق بدلالة كميات أخرى يعبر عنها بمفهوم الكميات المشتقة. كلنا عارفين الكميات الأساسية السبعة: الزمن، درجة الحرارة، والطول، والكتلة، وشدة التيار وشدة الإضاءة، بالإضافة إلى كمية المادة. هذه كميات سبعة أساسية. أي كمية غير هذه السبعة تسمى كميات مشتقة، ومعنى مشتقة أنها مركبة من وحدة أساسية من السبعة أو أكثر. 50 نانو متر هي 50 × 10^9. النانو دي بادئات، بادئة معناها 10^9، و10^9 معناها 1 على 1000 مليون من المتر، يعني عدد صغير جدا جدا. فالإجابة هنا يا شباب، احفظوا البادئات: المايكرو مثلا، دي النانو مثلا، المايكرو 10^6، وهكذا وغيرها من البادئات، احفظوها يا شباب. السؤال التالي هنا: تتحرك سيارة حول محيط دوار نصف قطره 5 متر، كم تكون إزاحتها بعد نصف دورة؟ لما يكون عندي دائرة يا شباب، تتحرك سيارة حول المحيط ده نصف دورة، نصف دورة يعني نصف دائرة، هي تحركت من هذا المكان الابتدائي وصلت إلى هذا المكان. هذه الدائرة طول نصف قطرها 5، أي أنها تحركت 5 + 5، تحركت الآن 10 أمتار. أما إذا قال لي ما طول المسافة التي تحركتها، المسافة هنا يا شباب هي نصف الدائرة اللي فوق، وتعلمون أن نصف الدائرة الآن محيط الدائرة 2 باي آر كما تعلم. هذه نصف دائرة يعني 2 باي آر تقسيم 2، يعني بس باي آر. فإذا ذكر السؤال ما المسافة التي قطعتها تيار التحرك في مسار دائري لمدة نصف دورة أو نصف دائرة، بعد نصف دورة أو نصف دائرة، طبعا هي آر باي، this is باي آر، وبالتالي 5 باي المسافة المقطوعة فوق 5 باي، ونصف الدائرة الثاني 5 باي، يديك المحيط كله، محيط الدائرة 10 باي اللي هو القطر ضرب باي. السؤال التالي: المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم يعبر عنه مفهوم المسار الفعلي يسمى الإزاحة، أو لو أضفنا ليها حتى تكون الجملة صحيحة، طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم هي المسافة التي قطعها الجسم، هي المسافة. السؤال الثاني: أحسب أو احسب المركبة الأفقية والرأسية لمتجه قيمته 10 نيوتن يميل بزاوية 60 على أفقي. أدي المحور الأفقي، محور الأكسس، وأدي المحور الرأسي. أدي فورس هنا أو قوة 8 نيوتن عاملة زاوية 60 مع الأفقي يا شباب. ففي مركبة هنا قلناها قبل كده هي 80 8 كوزاين 60، والمركبة الرأسية اللي في اتجاه واي، معذرة، فالمركبة الأفقية يا شباب بنكتبها كأنها اكس ان واي، 8 كوزاين 60، اكتب معايا الحل، وممكن تحسبها بالآلة الحاسبة، واخد بالك، فاصلة، والكومبوننت الثانية في اتجاه واي هي 8 ساين 60. إذا لما نيجي نحلل القوة يا جماعة، شوفوا الفيديو بتاع تحليل القوة لو سمحتوا، بنحلل القوة دايما في اتجاهين متعامدين، اتجاه اكس واتجاه واي، عشان يسهل بعد كده معرفة يعني جمع القوة بعد كده، ويسهل حاجات كتيرة لدراسة القوة والتأثيرات عليها. إذا يا شباب هنبسط دي يا شباب، ونبسط دي بالآلة الحاسبة، ونختار أي من هذه الإجابات صحيحة. أوكي؟ أعتقد كان في خطأ في الحسابات، ما أعرفش، يعني لو لقيته هنا خطأ في الاختيارات هنا، هذه هي الإجابة الصحيحة: 8 كوزاين 60 و8 ساين 60. السؤال الثاني: ما المقصود بالعبارة التالية: المعدل الزمني للتغير في الإزاحة؟ الإزاحة كمية متجهة، فالمعدل الزمني بتاعها لازم يكون كمية متجهة مثلها، وهنا الإجابة هنا السرعة المتجهة. إذا لو الإزاحة اس يا جماعة، لما أجيب المعدل الزمني اللي هو دلتا اس باي دلتا تي، ده أنا بوصل هنا بحصل على الفي أو الفيلوسيتي اللي هي السرعة المتجهة. أما السرعة بس، السرعة يا شباب هي كمية قياسية، السرعة هي القيمة بتاعت السرعة المتجهة. السرعة بس هي القيمة، مش قلنا أي متجه له قيمة واتجاه، أهي السرعة هي القيمة بتاعت السرعة المتجهة. وهكذا. متى يكون التسارع موجب؟ التسارع موجب عندما يزداد. وعندما يزداد معناها السرعة الابتدائية تكون هنا، والسرعة النهائية مثلا فوق شوية فأعلى. فالسرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية، في هذه الحالة يكون التسارع موجب. والعكس، لو السرعة النهائية أصغر
السرعة النهائية أصغر من السرعة الابتدائية بيكون التسارع ثابت. أوكي؟ كل الكميات الآتية قياسية ما عدا قياسية معناها تحدد بقيمة فقط. كميات قياسية يا شباب زي الزمن، زي درجة الحرارة، زي المسافة، كل دي كميات قياسية. وكمية قياسية معناها كميات تحتاج في تعريفها أو لتحديدها مقدارا فقط دون اتجاه. التسارع في اتجاه الكتلة يا شباب كمية قياسية. الكتلة مثلا لما أقول كتلة الجسم ده مثلا 50 كيلوغرام، بس خلاص الكتلة 50، طبعا كتلة ما يحتويه الجسم من مادة ليس فيه أي اتجاه، إنما كل الكميات قياسية ما عدا عفوا دي قياسية يا شباب عفوا، هو هنا خلي بالك ما عدا الأسئلة اللي فيها اللي هي عكس ما بيقول. طبعا الطول قياسي والزمن قياسي، التسارع هو الوحيد اللي متجه هنا ما عدا التسارع. معلش لازم نقرأ السؤال كويس. إذا كل الكميات دي يا شباب قياسية، إنما التسارع متجه، التسارع اللي هو معدل تغير الفلوسيتي دلتا في باي دلتا تي، معدل تغير السرعة المتجهة بالنسبة للزمن، هذا هو التسارع أو الأكسلريشن. السؤال التالي أي مما يلي من الكميات المتجهة، طبعا التسارع كمية متجهة، طبعا القوة أي مما يلي من الكميات المتجهة، التسارع متجه والقوة متجهة والإزاحة متجهة، جميع ما سبق كميات متجهة. ما وحدة قياس التسارع؟ التسارع يا جماعة هو قلنا المعدل الزمني للتغير في السرعة على الزمن، دلتا في على دلتا تي. الفي بنحسبها بالمتر بير سكند، والزمن سكند، فمتر بير سكند بير سكند هيطلع متر بير سكند سكوير، ودي الوحدة بتاعة التسارع أو العجلة. إذا توقف جسم عن الحركة فإن سرعته النهائية طبعا صفر، طبعا مساوية للصفر. توقف عن الحركة معناها خلاص السرعة صفر، تمام؟ هو كان بيتحرك بسرعة ما، كان سرعة يعني منتظمة أو سرعة وات ايفر السرعة اللي كان شغال بيها أو يتحرك بيها، إنما لما يتوقف معناها السرعة صفر. الأخطاء المتعلقة بأدوات القياس والخطأ الشخصي تعتبر سببا من دقة القياس، ضبط القياس، هامش الخطأ، تساوي النتائج، هذه تعتبر سببا في هامش الخطأ. هامش الخطأ من أحد أسبابه خطأ في أدوات القياس، خطأ شخصي، كل ده بيعمل لنا هامش في الخطأ. الجسم الساقط نحو الارض سقوطا حرا يكون تسارعه موجب الارض يا جماعه، الكره الارضيه بتجذب الاشياء نحوها بسرعه ثابته، وفي منطقه الغلاف الجوي، غلاف الجوي او منطقه تاثير المغناطيس بتاع الارض، وده من حكمه ربنا لانتظام الحياه على وجه الارض، ان ربنا جعل لها قدره مغناطيسيه معينه انها تجذب الاشياء نحوها، لذلك حاجه في الارض مستقره ونحن مستقرين بأوزاننا، والسيارات مستقرة على الأرض، وحتى الفراشة مستقرة على الأرض بفضل الجاذبية الأرضية. الجاذبية الأرضية اتجاهها موجب، أما لما بنرمي حاجة خارج يا جماعة عكس اتجاه الجاذبية بيكون الأكسلريشن بتاعتها سالبة طبعا، لأن سرعتها بتقل كلما ارتفعت لغاية لما تتوقف. ما المسافة التي يقطعها جسم يتحرك من السكون بالتسارع قدره 2 متر بير سكند سكوير لمدة 6 سكند؟ هنا بيتكلم عن المسافة، هنا نبدأ نحل كده يا جماعة. اليو أو السرعة الابتدائية صفر، يتحرك شايفين يتحرك من السكون بتسارع قدره acceleration equal to، ولمدة التايم عندي هنا 2 سوري 6 سكند. ما المسافة؟ بدي اس هنا يا شباب، ما فيش في، هنستخدم قانون المسافة اس equal يو تي بلس هاف اي تي سكوير بلس هاف a t سكويرد، ونعوض فيه ونحله خلاص. شوف قد ايه السهوله، السرعه الابتدائيه صفر في يو تي هتكون صفر زائد نص، الاكسلريشن اللي عندي عباره عن 2 لمده 6 تربيع تي سكوير، فنص تايم 2 1 في 6 تربيع ب 36. اذا المسافه هنا يا جماعه 36 بكل بساطه. الجسم الساقط لاسفل سرعته الابتدائيه طبعا صفر، الجسم بيسقط معناها كانه كان ثابت وسقط، يعني قبل السقوط كان سرعته ايه؟ كان سرعته ثابت صفر. سؤال بسيط يعني، تتحرك سيارة بسرعة في، فإذا كانت مركبة السرعة باتجاه الشرق 4 متر ومركبتها باتجاه الشمال 3 متر، ما هو مقدار متجه السرعة؟ طيب هنا سيارة بتتحرك بسرعة معينة، لكن مدين المركبتين بتاع السرعة، يعني دي مثلا المركبة الأفقية 4 والرأسية 3 أهو، كأن إيه يا جماعة؟ كأن عندي
ضلع هنا 4 سنتيمتر مثلا وهنا 3 سنتيمتر. المحصله يا جماعه هو الضلع ده. طبعا احنا عشان نجمع متجهين طالعين من نقطه واحده، ايه اللي بيحصل عشان تفهموا؟ انتوا لسه ما خدتوش متجهات، لكن خليني اوضح لكم الجزء ده. ده متجه ايه؟ 4. المتجه ده طوله 3، انا باخد المتجه ده اللي هو طوله 3 ده، ارسم زيه بالظبط مكافئ له في اخر المتجه اللي طوله 4. ليه؟ علشان مجموع متجهين في اتجاه دوري واحد زي كده هو الضلع الثالث المثلث. طب ما الضلع الثالث المثلث ده عمل لي مثلث قائم الزاويه، اذا عشان كده بنحسبها بنظريه فيثاغورس، اقول اف تربيع بتساوي 4 تربيع زائد 3 تربيع. شوفوا قد ايه السهوله، بنحل المساله تطلع 25، ده الاف تربيع اللي هو مربع السرعه، مربع دي سرعه سرعه. فالاف هنا انا بعتبرها كفورس او حاجه، فالفورس هنا يا جماعه عباره عن جذر 25 يساوي 5، جذر 25 يساوي 5، او طبقها باي اسلوب تاني. يعني في طلاب عارفين ان هو محصله قوتين عموديتين، جذر التربيع الاكس تربيع زائد واي تربيع، ماشي اعمل كده بس. اوكي، في المثال السابق احسب زاويه الميل على الافقي. المثال الزاويه هنا تيتا مثلا اهو، دي عباره عن مثلث قائم الزاويه، قلنا الضلع المقابل 3 والمجاور 4، فدي اسمها تان تيتا يا جماعه. تان تيتا او ظل الزاويه تيتا، ناخد الدوال المثلثيه تاخدوها بالتالي في الترم الثاني 3 على 4. وبالتالي لما يكون عندي ظل الزاويه 3 على 4، الزاويه نفسها قيمتها بتساوي تان انفرس او الداله العكسيه. تاخدوا الداله العكسيه دي في صف 11 ما اعرفش تقريبا، والثانويه العامه برضو فيها. المهم يا جماعه نروح بالحاسبه ونشوف تان انفرس 3 اوفر 4 يديك الاجابه على طول. شوف السهوله، شوف الجمال، شيفت تان 3 اوفر 4، 3 ديفايدد باي 4 ايكوالز 36.8. حوالي 37 ممكن، هنا اقرب حاجه هنا في الاجابه 36، لكن هي في الكالكوليتر 36.8 تقريبا، المفروض تكون تقريبا 37. ده المهم هذا هو. لو قال لي طبعا الزاويه التي يصنعها مع الراسي، هجيب ثيتا الاول واقول 90 ناقص ثيتا. يعني لو عاوز الزاويه التي يصنعها المحصله مع الراسي، بعد ما اجيب ال 36.8 اقول الزاويه اللي فوق دي 90 ناقص 36.8 يديني الزاويه التي يصنعها المحصله السرعه او السرعه متجه سرعه مع الاتجاه الراسي. متجه سرعه متعامدين، مقدار الاول 8 والثاني 6 متر بير سكند. مقدار خلاص، مقدار المحصله انتوا عارفين المحصله اف. نستفيد بقى من السؤال اللي فات واقول على طول الجذر التربيعي ل 6 تربيع زائد 8 تربيع. اهم حاجه يكونوا متعامدتين يا جماعه عشان يبقى عندي مثلث قائم الزاويه ونحصل الاجابه بفيثاغورس بدون الدخول في قوانين ازيد عليهم. عندي منحنى السرعه الزمن في الشكل المقابل قيمه التسارع في المنطقه بي تساوي المنطقه بي. يا جماعه قيمه التسارع فيها، احنا قلنا في حاجه مهمه في هذا القانون، في منحنى السرعه الزمن يا جماعه، ميل المنحنى او ميل الخط المستقيم هو التسارع او هو العجله. خلاص، لان عندي مرحلتين، المرحله ايه اهو فيها عجله معينه، اما المرحله هنا ميل الخط المستقيم يا جماعه انتوا عارفين يساوي صفر. اي خط مستقيم افقي، افقي اقصد اقول افقي، ميله يساوي صفر. لذلك التسارع في المنطقه بي. لو طلب مني يا جماعه التسارع في المنطقه ايه، الاكسلريشن هنا في المنطقه ايه، اجيب ميل الخط المستقيم ده. اشوف النقطه دي 15، بص معايا قد ايه السهوله، 15 واحداثياتها هنا 30 اهو، مع نقطه الاصل 0 و0، ونقول واي 2 ماينس واي 1 اهو 30 ناقص 0 على 15 ناقص 0 يدينا الحل على طول 2 متر بير سكند. اوكي، 2 متر بير سكند سكوير، لان دي عجله او ايه تسارع. اوكي، اي الكميات الاتيه ليست من الكميات المتجهه، القوه متجهه، التسارع متجه، الزمن ليس متجه. الزمن والكتله والمسافه كل دي كميات قياسيه. الزمن، الكتله، المسافه، ايه تاني قياسي؟ كميات كتير قياسيه، درجه الحراره كميه قياسيه وهكذا. الكتله والتسارع ما لهم؟ الكتله والتسارع لهما نفس الوحده؟ لا طبعا. كلاهما من الكميات المشتقه؟ لا طبعا. كلاهما من الكميات الاساسيه؟ لا طبعا. الكتلة الأساسية والتسارع المشتق، هذا هو الكتلة يا جماعة، الكميات الأساسية احفظوها بارك الله فيكم، منها الكتلة. نعم، المعدل الزمني للتغير في الإزاحة قلنا الفيلوسيتي أو السرعة المتجهة. المقدار 7 النانو متر هو 7 في 10 أس سالب 9، أهو سهل جدا، احفظوا إن النانو متر 10 أس سالب 9. لو قال لكم مثلا 7 مايكرو متر، يا ترى كم متر؟
مثلا نقول 7 في 10 اس سالب 6. المايكرو يا جماعه 10 اس سالب 6. 7 ملي متر اقول 7 في 10 اس سالب 3. يعني احنا بنستبدل يا جماعه بس الملي دي، او بنستبدل المايكرو بقيمتها، والسبعه زي ما هي والميتر زي ما هي، يعني بس المايكرو البريفكس اللي عندي دي هي دي اللي بحط قيمتها وخلاص، اما اللي قبلها واللي بعدها ما تغيروش. هو ده التحويل بكل بساطه. ممكن بقى نكتب الكلام ده بالآلة الحاسبة بالكسر عشري، او نسيبه في الصيغه العلميه براحتك بقى حسب السؤال. يعني لو عاوز دي مثلا 7 في 10 سالب 3 عاوز تكتبها والله 0.007 متر، ماشي اهلا وسهلا، مفيش اي مشكله. اذا انما النانو 10 اس سالب 9. السؤال التالي: ما مقدار السرعه النهائيه الجسم بدأ حركته بين السكون، يعني يو ايكوال زيرو، السرعه الابتدائيه زيرو، تسارع مقداره الاكسلريشن ايكوالز 12، ولمده 4 سكند، التايم ايكوال 4. ما السرعه النهائيه فيه؟ طبعا عندنا هنا القوانين بتاعتها، نستخدم واحد من القوانين الخمسه بتوع السولفات. هنا ايه يا جماعه؟ نو مفيش مسافة، مفيش مسافة، هنستخدم ال في سكوير أو القانون في ايكوال يو بلس اي تي، في ايكوال يو بلس اي تي على طول. ففي هو 0 بلس ال اي 12 تايمز تايم، ذس از تايم 12 تايمز 4، 12 تايمز 4، سو ذا انسر از 48 متر بير سكند. عندي لما نيجي نحسب يا جماعه الدقه والضبط يا جماعه، اقول لكم الثلاث اشكال. اول حاجه يا جماعه اللي على الشمال ده الدقه، في دقه ومضبوط، دقيق ومضبوط. تاني ده دقيق لان كل التنشين جاي في نقطه واحده، ومضبوط لانه جاي في نقطه، مضبوط معناه صح، جاي في الهدف بالظبط في السنتر. هذه يا جماعه اللي هي الحاله الثانيه، دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه دقيق وليس مضبوط. دقيق معناها كل الضرب بتاعك، اذا انت لما تجيب يا جماعه، لما تجيب هنا دقيق، معلش شويه الكتاب على الكمبيوتر شويه بتتعلق، دقيق وليس مضبوطا، معلش كملوها انت، وليس مضبوطا. اوكي. اما هنا يا جماعه لا يوجد دقه ولا يوجد ضبط. الشكل الاول دوت لا يوجد دقه ولا يوجد ضبط، لان الاهداف كلها بعيده عن بعضها وبعيده عن المركز، بعيده عن المركز ده معناها ليست ايه؟ ليست مضبوط بكل بساطه. وحده قياس الكتله في النظام الدولي هي الكيلوغرام، طبعا احفظوا كل وحده من السبعه، والمتر دي وحده قياس الطول، الثانيه وحده قياس الزمن، الامبير وحده قياس شده التيار. كيلوغرام متر بير سكند تربيع، يعني انا بضرب الكتله في الاكسلريشن، ودي وحده القوه يا جماعه. القوة يا جماعة هناخد القانون الثاني لنيوتن وهتدرسوه السنة الجاية برضو. الفورس دايما اللي بتأثر على حاجة بتحركها عبارة عن الماس، كتلة الحاجة اللي بتتحرك دي مضروبة في الاكسلريشن العجلة بتاعتها. This is the force. ده اسمه القانون الثاني لنيوتن وهتاخدوه بالتفصيل ان شاء الله later. المعدل الزمني للتغير في المسافة هو السرعة، سرعة قياسية، سرعة فقط، مفيش اتجاه ولا حاجة، لأن المسافة كمية قياسية فلازم تكون سرعة قياسية. هذه تعريفات الدقة يا جماعة، هي مدى تقارب القياسات، عندكم تعريفات في الكتاب اللي مش هضيع وقت فيها، مدى تقارب قياسات المقيسة أو الأرقام المقيسة من بعضها البعض. الضبط مدى قرب القياسات مع القيمة المضبوطة أو القيمة الصحيحة وهكذا. الكميات الأساسية، كل ده معرفة عندكم، الحاجات دي عندكم الكتاب، انقلوا بس التعريفات أو احفظوها. السؤال التالي هنا: اكتب قوانين الفيزياء التي يمكن من خلالها حساب كل من السرعه النهائيه، السرعه النهائيه في ايكوال يو بلس اي تي من قوانين الحركه بسرعه بعجله منتظمه، قانون الخطا النسبي دلتا اي على اي ضرب 100، دلتا اي على اي يعني دلتا اي اللي هو الخطا على العدد الاصلي او القيمه المضبوطه ضرب 100% عشان نجيب النسبه المئويه للخطا، الخطا المطلق هو دلتا اي وهو الفرق بين الكمية المقيسة، ممكن تكتب كده الفرق بين الكمية المضبوطة ناقص الكمية المقاسة absolute value طبعا عليها القيمة المطلقة. اذكر متى يكون التسارع موجبا، يكون التسارع موجبا عندما تكون السرعة النهائية اللي هي ال v أكبر من ال u، ممكن تكتبوا كده يا جماعة معلش في الكتابة هنا فيها مشكلة، السرعة تكتبوا كده السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية،
يكون تسارع الجاذبية الأرضية سالب عندما يكون عكس اتجاه الجاذبية الأرضية، عندما يكون المقذوف يتحرك إلى أعلى، عندما تكون حركة إلى أعلى من الأرض، أعلى من اتجاه الأرض. وتتساوى السرعة الابتدائية والسرعة النهائية للجسم عندما يتحرك بسرعة منتظمة، ساعتها السرعة الابتدائية هي النهائية، مفيش أي اختلاف. يكون التسارع مساويا صفر عندما تكون السرعة منتظمة، عندما تكون السرعة منتظمة، أهو عندما تكون السرعة منتظمة. أوكي، هنا التسارع يساوي صفر. أوكي، السؤال التالي: في الشكل المقابل نوع التسارع وقيمته في المنطقة إيه؟ التسارع ده يا جماعة موجب طبعا، أهو قيمته طبعا الميل، نروح نحسب أهو الميل يعني في هذا الشكل كما ترى. التسارع وقيمته في المنطقة إيه؟ التسارع هنا بس تاخد، بص يا جماعة، تقسمه السرعة على الزمن اللي حصل 10 على 5، اهو الاكسلريشن ايكوال 10 اوفر 5، 10 اوفر 5 ايكوال 2. خليني اسهل الامور عليكم، اي خط مستقيم يا جماعه يمر بنقطه الاصل زي ما انت شايف وعليه نقطه واحده احداثيها مثلا 5 و10 زي ما انت شايف، ميل هذا الخط تقسم الواي على اكس على طول، 10 على 5 يساوي سبب مرور الخط على نقطه الاصل. نوع التسارع في المنطقه بي، تسارع هنا ثابت اهو، لان التسارع هنا يساوي صفر عفوا، لأن السرعة ثابتة، هنا التسارع الاكسلريشن يساوي صفر لأن السرعة ثابتة. هنا ديسيلريشن أو تسارع سالب في سي يا جماعة، ولما لو قال لي احسب التسارع في المنطقة سي تحدد النقطة دي، أهو سهل جدا 25 و5، هنجيب ميل الخط المستقيم اللي أنتم عارفينه من الرياضيات، 15 و10، ونبدأ نقول والله التسارع اكسلريشن في المنطقة سي، اطرح الواي ناقص واي اهو شايف 10 ناقص 5 على 15 ناقص 25 وتحلها عادي، 5 على 15 على 25 سالب 10، فالاجابه سالب نص، سالب نص متر في الثانيه تربيع. اوكي، ده التسارع بكل بساطه. السؤال التالي هنا: متجهين متعمدين حليناها يا جماعة لما يكون المتجه هنا أربعة كده، أربعة بروبلم حليناها لما قلنا لما المتجه يكون كده مثلا، أهو متجه بهذا الشكل طوله أربعة وهذا الشكل كده طوله ثلاثة، ما المحصلة الآن؟ طبعا هنا طوله أربعة وهنا ثلاثة، المحصلة هي بيكون الوتر بتاع المستطيل ده، الحقيقه المحصله هو ده الوتر، والوتر المستطيل بيجي من نظريه فيثاغورس، فالمحصله هنا الفورس هنا ايكوال سكوير روت اوف 3 سكوير بلس 4 سكوير، طبقوا نظريه فيثاغورس الله يرضى عليكم وهتلاقوا الحل على طول، سهله جدا جدا، دي المحصله بتاعتي. السؤال التالي هنا: صندوق كتلته 28 كيلو جرام، تم قياس كتلته بسيطة فكانت 37.4، احسب الخطأ المطلق والخطأ النسبي. الخطأ المطلق بكل بساطة ان احنا نطرح الفرق اهو، الخطأ المطلق ده رقم واحد، نقول 38 ماينس 37.4 ونحلها. اوكي، فهنا 0.6 الخطأ الايه المطلق، اما الخطأ النسبي ناخد بقى 0.6 ديت على كتلته الحقيقية 38 ونضرب في 100% عشان نشوف الخطأ النسبي. النسبي هنا منسوب إلى النسبة المئوية، ونروح نحلها، حلوها بالآلة الحاسبة وخلاص وطلعوا الإجابة. هذا هو النسبة المئوية إيه للخطأ. أوكي؟ السؤال التالي: احسب المسافة التي تحركها الجسم بدأ من السكون بتسارع منتظم 4 في زمن قدره سبعة ثواني. بنكتب المعطيات اللي عندنا، انا عاوز احسب المسافه اس كويشن مارك من السكون يو از ايكوال تو زيرو بتسارع منتظم اكسلريشن ايكوال 4 في زمن اند تي ايكوال 7. دلوقتي هنا يا جماعه نو في، يعني الفاينل فيلوسيتي مش موجوده، هستخدم قانون اس ايكوال يو تي بلس هاف اي تي سكوير، بس بس زيرو بلس هاف الاكسلريشن عندك 4 تايم 7 سكوير. ف this is 2 times 49 is equal to كام؟
98. فالسرعة المسافة هنا المقطوعة S 98 متر. بس شوف سهلة ازاي؟ سهلة جدا. السؤال التالي هنا، المسافة الكلية هي المسافة واحدة اللي عملناها. متجه قيمته 25 نيوتن يمين بزاوية 115 على متجه آخر قيمته 20 نيوتن. احسب محصلة المتجهين مقدارا واتجاه. شوفوا يا جماعة هنا اداني، يعني احنا هنا للتسهيل هناخد ال 25 نيوتن فين؟ ناخد ال 25 نيوتن بهذا الشكل، هذا المتجه الأول يكون متجه 25 نيوتن. يميل بزاوية 115 على متجه آخر 25 20، فأنا هعمل زاوية تقريبا منفرجة زي كده، واخد بالك؟ ونحط عليها الحدود. شوف هنا نكتب 25 نيوتن وهنا 20 نيوتن، أو العكس مش قضية، نعتبر 25 ده محور إكس مثلا. يميل بزاوية 115، الزاوية دي يا جماعة 115. المحصلة قلنا يا جماعة أهو، المحصلة بكل بساطة بتكون القطر بتاع متوازي الأضلاع. هنا دي المحصلة. المحصلة دي أجيبها إزاي؟ أول حاجة هناخد ممكن ناخد هنا تسهيلا عليكم، معلش لحظة، هناخد هنا المتجه واي، المتجه الرأسي واي، where the colors here. لو خدنا المتجه الرأسي هنا واي يا جماعة like this، ده محور واي، بعدين نبدأ الآن يا جماعة عندي 20، خلي بالك، وعندي ال 25 التانية، في زاوية هنا 115، في زاوية 90 أهي، خلي بالك. 115 ناقص 90 يساوي كام؟ 5 أهو، أو 11، 25، الزاوية دي 25. فإحنا هنحلل يا جماعة ال 25 دي في اتجاه، هنحلل إيه؟ القوة 20 دي يا جماعة. القوة 20 النيوتن، ركزوا معايا في هذا السؤال، القوة 20 نيوتن دي يا جماعة لها مركبتين، واحدة هنا وواحدة هنا. خلاص؟ إذا ال 20 هنحللها، 20 في اتجاه الرأسي 20 أو سالب 20، لأن في مركبة هنا تبقى بالسالب، سالب 20 ساين 25، والفورس الثانية الرأسية 20 كوساين 25. دول ال 20 نيوتن. ال 25 نيوتن يا جماعه، ال 25 نيوتن كلها في اتجاه واحد اهو، 25 وصفر ما لهاش اي مركبه، لان ال 25 نيوتن كلها انا خدتها افقيه. فبنجمع يا جماعه الاجابتين دول، وهي دي المحصله، الفورس بتاعت المحصله. نجمع بقى دي بالاله الحاسبه ونكتبها، يلا نجمعها مع بعض. ادي 25 زائد سالب 20 ساين 25. اوكي، المحصلة هنا القوة الأولى أو المركبة الأولى المحصلة 16 55، و20 كوساين 25 زائد صفر أهو 20، نكتبها مع بعض 20 كوساين 25. اوكي، answer is 18.126. خلاص، إذا المحصلة الابسولوت فاليو بتاعتها أو القيمة المطلقة بتاعتها جذر التربيع لل 16 تربيع، هنا في بوينت يا جماعة، سوري هنا بوينت، هنا مفيش حاجة، هنا فاصلة بينهم. فهناخد 16.55 تربيع زائد 18.126، دي القوة المحصلة يا جماعة للزاويتين، للقوتين اللي عندي، سكوير روت 16.55 سكويرد بلس 18.126 squared. Answer 24. إذا القوة المحصلة يا جماعة 24.54، وهذه القوة يا جماعة تصنع زاوية ثيتا tan inverse، دايما الزاوية ثيتا هنا tan inverse الواي على الإكس، دايما تقسم الواي على الإكس عشان تجيب القوة ظل الزاوية، أهو 18.126 على 16.55. نروح على الحاسبة ونحسبها، طبعا تان انفرس بنحسبها بشيفت تان، شيفت تان، شيفت تان معناها انا عاوز قياس الزاوية اللي التان بتاعتها هذه النسبة 18.126 divided by 16.55، ونروح نحسبها
ونكتب الزاوية، الزاوية دي تصنع زاوية 47. إذا المحصلة F يا جماعة تصنع زاوية قدرها 47.6 ديجري مع القوة 25 نيوتن الأفقية. هذا هو الحل بكل بساطة، امشوا مع الحل واحدة واحدة وإن شاء الله أموركم تكون سليمة وتفهموا كل حل. السؤال التالي هنا، إذا كان طول باب 272 سنتيمتر وكان المتر الشريطي المستخدم مقاس 100 سنتيمترات، فما مدى الأطوال ممكنة؟ هنا دقة القياس موجودة في السؤال أهو، شوفوا قد إيه سهولة. فأنت هتعمل إيه؟ هتروح تطبق دقة القياس دي. فالمدى المطلوب يا جماعة أو المدى الممكن لطول هذا الباب هيبقى 272 ناقص نص و272 زائد نص، هتاخد دقة القياس اللي حلينا بيها مرة بلس ومرة ماينس من العدد وتكتب الإجابة وخلاص. إذا الطول الممكن للباب 271.5 أو 272.5 سنتيمتر، وهذا هو الأطوال الممكنة للباب بين الطولين دول بكل بساطة. السؤال التالي هنا، إذا كانت المركبة الأفقية المتجهة تساوي 14 متر وكان المتجه يميل على الأفق بزاوية 30، أوجد مقدار المتجه. يعني أنا عندي متجه، بص معايا هنا، مديني المركبة الأفقية طولها 14 متر، ده المتجه بتاعي، مش مشكلة، مايل بزاوية 30، مايل بزاوية إيه؟ 30، يعني هنا بزاوية 30، ده الفورس بتاعتي F، بس المقدار المركبة الأفقية بتاعتها 14. طبعا المركبة الرأسية هي طبعا زي ما أنتم عارفين أهو على محور واي، يبقى دي محور واي زي ما أنت عارف وده محور إكس. ازاي اجيب الاف دي يا جماعه؟ اوجد مقدار المتجه. طبعا المركبه الافقيه يا جماعه اللي هي ال 14 دي، مش احنا بنجيبها من لما نكتب اف كوزاين 30، صح ولا لا؟ اف كوزاين 30 هي ال 14، فالاف هي 14 اوفر كوزاين 30، بنحلها بكل بساطه ونكتب الاجابه. اوكي، شوف قد ايه السهوله، قد ايه الجمال. السؤال التالي، احسب محصلة الإزاحة مقدار وإتجاه للسيارات على حركة 40 متر شرقا ثم 30 شمالا. نفس الشيء يا جماعة، فيثاغورس بنمثل عليه هذه الإزاحات أهو، سيارة اتحركت 40 متر شرقا، أدي اتجاه الشرق 40 ثم 30 شمالا، نقوم عاملين اتجاه كده مش على طول، الشرق والشمال اتجاهات متعامدة، أدي 40 شرقا أهو وأدي 30 شمالا، انا هدي دي زاويه قايمه، فالمحصله زي ما انت شايف هي هذا الجزء اهو. المحصله هي يا جماعه بص معايا، هذه هي المحصله، هي الضلع الثالث المثلث في الاتجاه العكسي. يعني ايه يا استاذ في الاتجاه العكسي؟ يعني هذه هي المحصله، المحصله ده وتر المثلث قائم الزاويه، خلاص هنجيبها ونجيب في الاخر المحصله اف عباره عن او وات ايفر، يعني ممكن نقول اس عشان ازاحه، مش مشكله مش هنختلف. المحصله اس عباره عن سكوير روت ل 40 سكوير لا 30 سكويرد، ونجيبها بالآلة الحاسبة ونكتبها هيطلع 50 تقريبا. اوكي، السؤال التالي هنا، يتحرك جسم حول محيط دائرة قطرها المسافة والإذاعة المقطوعة عندما يتحرك جسم دورة كاملة. طبعا الدائرة كاملة معناها عندي محيط الدائرة موجود، احسب المساحة والإذاعة. دلوقتي يا جماعة الجسم اهو اتحرك، قاعد يتحرك اهو حول دايره لغايه لما رجع لمكانه تاني، فدي نقطه البدايه ونقطه النهايه في نفس الوقت. اول حاجه المسافه هي محيط الدايره، كلنا عارفين محيط الدايره عباره عن 2 ار باي او ادي 2 في 12 في باي، شوفوا قد ايه السهوله 24 باي، دي المسافه الفعليه اللي مشيها الجسم. اما الازاحه يا جماعه لما تبدا من مكان وترجع لنفس المكان، الازاحه هنا يساوي صفر، الإزاحة هنا يساوي صفر. إذا أنت لو خرجت من بيتك رحت المدرسة ورجعت بقى تاني البيت، الإزاحة اللي حصلت لك صفر، لأن أنت رجعت لنفس المكان اللي طلعت منه. إنما هل المسافة صفر؟ طبعا أنت رحت المدرسة وقعدت ماشي في الطريق وخدت وقت وبعدين راجع تاني، خدت مسافة كبيرة. لو بيتك قريب من المدرسة برضو المسافة موجودة. فكلا الأحوال يا جماعة المسافة هي الطول، المسار الفعلي الذي قمت بالسير فيه. أما الإزاحة هي الفرق بين الوضع الابتدائي والنهائي للحركة، فقط هذا هو. السؤال التالي، احسب المركبة الأفقية والرأسية لمتجه قيمته 40 يميل على الأفق بزاوية. سؤال ده بنسميه بيزك كويشن، سؤال أساسي يا جماعة. أنت هتعمل محور إكس كده ومحور واي كده، ركز معايا وتكتب إكس وواي.
احسب المركبه الافقيه والراسيه لمتجه خيمته 40، طلع اي خط هنا اكتب عليه 40 نيوتن قوه مثلا. يميل على الافق بزاويه ادي 65 دايما. اذا عندي الزاويه تحت اقول يبقى اتجاه المركبه الافقيه 40 كوساين 65، الراسيه بقى 40 ساين 65. بنحسب دي بالاله الحاسبه، واخد بالك، ونحسب دي برضه بالاله الحاسبه ونكتبهم. يبقى دي الاف اكس يعني المركبه في اتجاه اكس، والاف واي هي ال 40، سوري هنا 40، 40 ساين 65، ونحسبهم نكتبهم بالكالكوليتر وخلاص. السؤال التاني لو في اي سؤال مختلف نشوفه. طبعا دي المعدل، مجرد الحاجات اللي انتم حافظينها، شده التيار والحاجات دي واليونت بتاعتها، احفظوها يا جماعه من الوحده الاولى. شكرا، دي كانت مراجعه شايفها بسيطه وتفهمك كل معظم الدروس اللي انت درستها. انا بشكركم، وان شاء الله في مراجعات تانية. جزاكم الله خيرا، وأراكم على خير.